يطلب المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب حضور السيدين الأستاذ محمد علي مدير إدارة إفريقيا بالوزارة والأستاذة رشا نصر رئيس قسم التكتلات الأفريقية بالوزارة هنا وزارة التجارة والصناعة حضور الجلسة المجلس أثناء نظر هذا التقرير. فهل يأذن المجلس في ذلك؟ الموافقة يتفضل برفع اليد. موافقة إذن ليتفضل بحضور الجلسة. السيد النائب إيهاب غطاطي. شكرا يا رئيس. أنا بوافق على الاتفاقية مش كده وبس، ولكن أود أن أشيد ببعد نظر وفعلا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الانفتاح على أفريقيا. الحقيقة أفريقيا سوق واعد، أفريقيا سوق لدول في مرحلة بناء، أفريقيا سوق يتناسب مع جودة المنتجات المصرية. فأنا فعلا بوايد مثل هذه الاتفاقيات، أرجو مزيد من التوسع، التبادل التجاري، تبادل بين رجال الأعمال، وتبقى مشروعات مشتركة ما بين مصر وبين الدول الأفريقية. أفريقيا سوق واعد، أعتقد أنه هيكون في المستقبل لو انفتحنا عليه بصورة علمية وبصورة قوية هيكون القاطرة اللي ممكن تساعد فعلا في جر الاقتصاد المصري. فأنا وافق على الاتفاقية وأدعو للمزيد من مثل هذه الاتفاقيات. شكرا رئيس. شكرا السيد النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية. مش موجود. السيد النائب أحمد حلمي الشريف. السيد النائب دكتور أيمن أبو العيلة. السيد النائب إسماعيل نصر الدين. شكرا رئيس. في الحقيقة هذه الاتفاقيات من الاتفاقيات الهامة جدا لمستقبل مصر، لأن اتحاد ثلاث تكتلات أفريقية في اتحاد واحد، وهدفه بالنسبة لمصر أنا بعتقد وكل من يفهم في الاقتصاد ومستقبل مصر، مستقبل مصر الاقتصادي سيكون عن طريق تعاملها مع أشقائها في أفريقيا. ومصر المفروض طبقا للمؤشرات الاقتصادية مؤهلة لتكون النمر الأفريقي اللي من خلاله تحدث نهضة كبيرة، وده هيؤدي إلى أن اقتصاد مصر يبقى له قوة ضاربة متمثلة في هذه التكتلات الاقتصادية والموقع الجغرافي المميز لمصر ومحور تنمية قناة السويس اللي احنا عملنا فيه شغل كبير. اعتقد مثل هذه الاتفاقية بتؤكد على ان مصر تكون لها دور كبير جدا في التجارة البينية بين دول افريقيا، في نقل تكنولوجيا. المفروض مصر هي اللي تكون هي الدافعة والقوة الكبيرة بالنسبة لأشقائها في أفريقيا. في النهاية بقول إن هذه الاتفاقية فعلا بتصب في مصلحة الشعب المصري وفي مصلحة نمو اقتصاده وإيجاد مصادر تعاون اقتصادي ودخل للاقتصاد المصري. الاستثمارات اللي جاية مصر دي كلها ملهاش منفذ إلا أن تكون لدول الدول الأفريقية المجاورة والتكتلات الثلاثة. وحتى المقترح ده كان أساسه إنشاء الجماعة الاقتصادية وبناء عليه سيادة النائب مقترح عشان إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية عشان نوصل لمسمى جميل جدا هو الولايات المتحدة الأفريقية، وتكون مصر هي رأس السهم في هذا الاتحاد والمصلحة شعب مصر. شكرا. السيد النائب هشام مجدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية. شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة التوجه إلى أفريقيا
ده طريق وحيد ما لناش سبيل غيره. ويمكن كل زعماء القارة الأفريقية أدركوا أهمية التعاون والتكامل بين دول القارة نظراً لاختلاف الاحتياجات والموارد في كل دولة. وهناك نية صادقة من زعماء القارة الأفريقية الدول الأشقاء على إحداث نوع من التكامل والتعاون بين تلك الدول، سواء في التبادل التجاري، سواء في تبادل الخبرات. نحن مع مزيد من تلك الاتفاقيات وإنشاء المناطق الحرة التي تسهل التبادل والدخول بين الدول الأشقاء دون أي معوقات. فأوافق على تلك الاتفاقية وأشجع غيرها من الاتفاقيات التي تصب في الصالح العام الأفريقي. والشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الشؤون الأفريقية ورئيسها، وكذلك اللجنة المشتركة معنا لجنة الشؤون الاقتصادية. شكرا سيادة النائب. السيد النائب بسام فليفل. يا بسام فليفل. شكرا يا رئيس. طبعا أوافق على الاتفاقية من حيث المبدأ لتنشيط التجارة الحرة والأسواق الحرة اللي بتربط مصر وبتعيد مكانة مصر في دول أفريقيا. شكرا يا رئيس، وأوافق من حيث المبدأ على هذا القرار. شكرا. السيد النائب إيهاب منصور. شكرا يا رئيس. طبعا هو أمر جيد جدا الانفتاح مرة أخرى على أفريقيا بعد سنوات من الغلق. أفريقيا أكرر أن هو كنز مدفون، إن اكتشفناه جيدا سيحسن كثيرا في أحوال كثيرة لمصر. بتكلم في عجالة في ثلاث نقط مهمة جدا. عندنا في الدول الأفريقية تواجد في 70% من الدول الأفريقية شركات مصرية موجودة. عندنا في 9 دول أفريقية توجد شركات لها أراضي يمكن أن تكون نواة لبدء عمل مراكز وتجارية في هذه الدول، وهذه الأراضي مملوكة للشركات مصرية. أرجو النظر لها بعين الاعتبار لأنها مهملة حتى هذه اللحظة. تاني نقطة، القوافل الطبية في أفريقيا كانت في من سنتين كانت قوية وكانت متكررة، وللأسف دلوقتي القوافل الطبية للدول الأفريقية قلت تماما. أحب أقول لحضرتك إن القوافل الطبية دي، في إحدى القوافل الطبية استدعت أن رئيس إحدى الدول الأفريقية يأتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقابله ليستأذنه في هذه القافلة، وكان لها صدى في 2014 جيد جدا. آخر نقطة، بعض الدول الأفريقية بترغب في التعاون مع الدول المصرية في مجال الثروة الحيوانية، ولكن يوجد شيء ما مغلق هذا الباب. إن حدث هذا التعاون في انخفاض هيبقى ملحوظ في أسعار اللحوم في مصر بإذن الله. شكرا رئيس. شكرا. شكرا. السيد النائب حسين غيتا. متنازل. السيد النائب هيثم الحريري. شكرا رئيس. يعني بكل تأكيد احنا موافقين على الاتفاقية من حيث المبدأ، وبندعم جميع الاتفاقيات اللي بتوطد العلاقات المصرية الأفريقية، واحنا بالتأكيد عايزين نغزو السوق الأفريقي بشكل أوسع من ده. وبشكر اللجنة الموقرة. شكرا سيادة النائب. بس سيدة النائب منال الجميل. منال ماهر الجميل. شكرا. إذن الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع اليد بصورة واضحة. موافقة. الموافق على ما أنتهى إليه رأي اللجنة يتفضل برفع اليد. موافقة. ليتفضل السيد المقرر بتلاوة القرار لأخذ الرأي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وافق على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والموقعة في شرم الشيخ
بتاريخ 10/6/2015. شكرا سيادة المقرر. الموافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2017 يتفضل برفع اليد بصورة واضحة. موافقة، إذن أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2017. ربنا يكرمك. شكرا سيادة المقرر. شكرا. شكرا. السادة الأعضاء، ناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 13 من شهر مارس الماضي تقارير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعات قوانين بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وباعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014-2015، ووافق عليها في مجموعها، ثم أحالها إلى مجلس الدولة عملاً بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس. وبتاريخ 22 من شهر أبريل الماضي وصلني خطاب السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن رأي مجلس الدولة في مشروعات القوانين المشار إليها، والذي انتهى إلى الموافقة عليها بالصيغة التي وردت إليه من مجلسكم الموقر. وقد أحلت هذا الخطاب فور وروده إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير تكميلي في هذا الشأن. والآن ليتفضل السيد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بتقديم عرض موجز للتقرير التكميلي. تفضل أهلا. تفضل سيادة المقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب، أتشرف أن أقدم لسيادتكم مع هذا التقرير التكميلي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط حساب ختام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14-15 ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 14-15 وعددها 50 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 14-15 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، الجهات المعاونة عن السنة المالية 14-15 للتفضل بعرضه على المجلس الموقر. التقرير التكميلي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط حساب ختام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14-15. أحال المجلس بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14-15 ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 14-15 ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 14-15 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 14-15 إلى مجلس الدولة قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها، وذلك على وجه الاستعجال. فقام مجلس الدولة بممارسة عملية المنوطة به وفقا للدستور وقانون مجلس الدولة واللائحة الداخلية للمجلس، وأورد خطابا برأيه إلى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس يوم الأحد 23 إبريل سنة 2017، حيث أحال سيادته إلى لجنة الخطة والموازنة للإطلاع وإعداد تقرير تكميلي بشأنه للعرض على المجلس. وجدير بالذكر أنه قد سبق للمجلس وإن ناقش مشروعات القوانين المشار إليها بجلساته المعقودة يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 13 و14 مارس 2017، حيث تمت الموافقة عليها وأحالتها إلى مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة 190 من الدستور، والتي تقضي بأن يختص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. وكما تقضي المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، كما أجازت لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وطبقا للمواد أرقام 63 64 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، قام قسم التشريع بمجلس الدولة بإعداد الرأي في مشروعات القوانين المشار إليها، وبالاطلاع على التقرير الوارد منه تبين للجنة أن قسم التشريع بمجلس الدولة تدارس مشروعات القوانين المشار إليها بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/4/2017، وذلك في ضوء النصوص الدستورية والقانونية، واستبان للقسم أن ما ورد بمشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية المشار إليها إنما هي أمر تجري الحكومة ويتحقق منه البرلمان، وهي أمور فنية تخرج في جملتها عن اختصاص القسم، وقد تم إجراء المراجعة القانونية اللازمة. كما تبين أن مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات في الصياغة على مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وبالتالي يكون قد أقرها بالصيغة التي وردت إليه من مجلس النواب. واللجنة استوافق بصفة نهائية على مشروعات القوانين المشار إليها بعد ورود الرأي من مجلس الدولة لترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بصفة نهائية. شكرا. شكرا سيادة المقرر. السادة الأعضاء، والآن نبدأ أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وباعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014-2015. أولاً، مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015. السادة الأعضاء، الموافق نهائياً على مشروع القانون والجدولين والملاحق المرفقة به يتفضل برفع اليد. موافقة. إذن أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015. ثانياً، مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2014-2015. السادة الأعضاء، الموافق نهائياً على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 هيئة يتفضل برفع اليد. موافقة. إذن أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 هيئة. ثالثاً، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2014-2015. السادة الأعضاء، الموافق نهائياً على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2014-2015 يتفضل برفع اليد. موافقة. إذن أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2014-2015. رابعاً، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014-2015. السادة الأعضاء، الموافق نهائياً على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014-2015 يتفضل برفع اليد.
موافقة. إذن أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014-2015. يعني السادة الأعضاء أرجو الجلوس. وبعدين في مشكلة بالنسبة للعلاوة، والعلاوة دي بأثر رجعي وينتظرها الجميع وتحتاج لموافقة التلتين نداء بالاسم. أرجو من السادة الأعضاء غدا يعني أن يكون الحضور مكتمل، لأن دي علاوة، وعلاوة يعني مهمة جدا يحتاجها كل العاملين في الجهات الحكومية ذات الطابع الخاص. اتفضل يا ستر. ماشي حاضر هشوف. دكتور علي استاذنك، انا مقدم طلب واكثر من 40 نائب لإعادة المداولة في المادة 5. في امور خطيرة في هذا القانون محتاجين نناقشها، فارجو انك تدي للمجلس فرصة قبل ما يصدر القانون، والامور هتبقى معيبة في وشنا قوي. لما نيجي ان شاء الله يجي ميعادها وتعرض على الجلسة. حاضر. السيد النائب محمد السويد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، بالنسبة للعلاوة الاجتماعية يا رئيس ده موضوع هام جدا، وانا قلقان من بكرة الخميس ما يبقاش حضور النواب التلتين، فخلينا من النهاردة نحدد حضرتك يوم الحد. يوم الحد يبقى يوم كل النواب تبقى عارفة تعمل حسابها من النهاردة. حضرتك لابد من التواجد يوم الحد عشان نخلص التصويت اللي هو نداء بالاسم، وعلى حاجتين مهمين جدا حضرتك. العلاوة الاجتماعية، احنا داخلين على شهر رمضان وعلى ظروف الناس وعلى كله يا فندم، ما افتكرش ان في اي نائب هيتأخر عن الحضور يوم الحد ان شاء الله بعد اذن حضرتك لو قبلت ان هو يبقى يوم الحد ثابت. وعندنا امر تاني هام يا فندم برضو بيبس مثل المجتمع كله مثل ده، اللي هو قانون الرياضة يا فندم اللي احنا اقرناه، يبقى هو يوم واحد يا فندم ان شاء الله يوم الحد القادم. العلاوة الاجتماعية اهمها، لان الناس حرام ان احنا نتأخر عن كده، وممكن لو عايزين بكره نناقش المادة اللي عليها سيادة النائب او ايا كان يبقى بكره في جلسة بكره، ولكن يوم الحد استاذن حضرتك نداء بالاسم بكل الاعضاء موجودين. شكرا. قانون الرياضه محتاج التلتين يعني، وليس هناك شرط بالنداء بالاسم، ولكن الاثر الرجعي هو اللي محتاج التلتين نداء بالاسم. اتفضل يا خالد. في والله انا ده انتم مش قادرين تكملوا نص يعني ساعه. شكرا يا دكتور. ولكن شعب مصر، يمكن انا في لجنه القوى العامله واشتغلنا على القانون ده بقالنا أزيد من 3-4 شهور، فكانت المفروض تنزل، لأن ده ليها أثر رجعي. عشان كده يا زملاء احنا محتاجين فعلا ان الناس تتكاتف. الموظفين انا كل يوم تليفونات بتجيلي، وتقريبا للدكتور علي برضو، الناس فعلا تعبانه محتاجه العلاوه دي باقصى سرعه. انا بقول برضو يا دكتور معلش اقتراح، طب ما احنا ممكن طالما نداء بالاسم ما نبدا من دلوقتي نداء بالاسم ثم نكمل. أيوة بعد كده فعلا ممكن على اكثر من كذا جلسة يوم، ونبدا من دلوقتي يا دكتور، ويبقى ده نوع بس ندي. أنا عاوز اكمل بس يا دكتور. انا عاوز نخصص يوم زي ما قال محمد بيه سويدي، الرياضة التلتين ثم نداء بالاسم، يعني لما نكون كلنا حاضرين، يعني مش محتاجين نكرر الأسماء أكثر من مرة. دلوقتي لو نادينا علشان نوصل لاسم حنادي 30 اسم علشان نوصل لاسم اللي موجود يا دكتور، يعني يتقال اسمه ويقول. أنا وجهة نظر سليمة، بس إن إحنا علشان ننادي بالاسم نوصل ننادي 30 اسم يمكن علشان نوصل لاسم واحد، وهكذا يبقى المجهود هيبقى على مرتين يوم الاحد. واعتقد الجميع مدرك لهذه. واحنا عندنا استعداد نتعب لكل عمال مصر وشعب مصر. أيوة، ان نقعد يوم ويومين ما عندوش مشكله. انتوا المسؤولين، انتوا يوم الاحد يعني انا شايفكم كده نص ساعه مش قادرين تقعدوها، برضو خرجتوا على طول كده. شكرا يا دكتور. يوم الاحد، يوم الاحد عندنا برضو، والقانون عندنا يعني قانون الرياضه بالاحوط، يعني في رايين. الراي بيرى ان الحق في الرياضه ليس حقا تقليديا من الحقوق اللي هي
متعلقة بشأن عام، وبالتالي أغلبية عادية، ولكن بأخذ بالأحوط في رأيي أن كل الحقوق أيا ما كانت تقليدية ولا غير تقليدية بيشترط فيها موافقة التلتين، فإحنا هناخد بالأحوط ونوافق على هذا القانون بأغلبية التلتين إن شاء الله يوم الأحد. اتفضل يا شاب. حاضر. شكرا أستاذ الدكتور علي، أنا بشكر فيك سعة صدرك. والله الصدر حقيقي يا دكتور حقيقي، بس أنا بستأذن معاليك إن إحنا نستثمر الوقت ونعيد المداولة دلوقتي، الأعضاء موجودة ونناقش وبعد كده هنعمل بس أنا يعني أوكي أنا موافق معاك، بس في طرف غائب يا وزير المالية أو مندوب وزارة المالية، لأن الجهة المسؤولة عن الصرف فبالتالي لا يمكن أن تكون مغيبة في القاعة. طيب أنا سيبني أوضح حاجة صغيرة يا دكتور، أنا دلوقتي بتكلم عن علاوة تستحق من 1/7/2016، بعد شهر هدي علاوة في 1/7/2017، فالأمور كلها هتبقى متداخلة وحسابيا فيها أخطاء ودستوريا فيه شبهة يعني عدم دستورية. أنا إعادة المداولة في المادة 5 حضرتك والسيد النائب خالد عبد العزيز شعبان، ووجهة النظر أنا شخصيا يعني أميل إليها بأن هذا النص قد ورد النص عليه في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي قرار كما أنه يمكن في برضو بعض كلام عن شبهة عدم الدستورية بما يتعلق بالهيئات والجهات القضائية. أرجو سيادتك أن الكلام ده نناقشه بكرة ضروري، ما في مرة واحدة، لأن هو ده إعادة مداولة، يبقى اليوم الأحد بدل ما نحن نعمل الشيء مرتين نعمله على مرة واحدة. أستأذنك. السيد شكرا يا دكتور. صلاح حسب الله فوزي فتى، اتفضل يا صلاح. شكرا سياده الرئيس. وبس يمكن من دائما يعني كنا بنتحدث عن قدره المجلس على تحمل مسؤولياته، انما للاسف يمكن البعض مش مدرك اهميه قانون الرياضه واهميه صرف العلاوه او اقرار العلاوه الدوريه لغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه. اولا يا رئيس على فكره يمكن خدت اكتر من مولة لانجاز قانون الرياضة، لان هو مرتبط بضغط دولي من اللجنة الاولمبية، وللأسف لو تأخر هذا القانون البعض بيعتقد ان التأخر يبقى ممكن يبقى لمدة ايام، لانما للأسف ممكن يبقى التأخر دوت يدفع الدولة والسلطة التنفيذية والجمعيات العمومية ان هي لا تجري الانتخابات العام القادم، ويبقى في صعوبة لاجراء الانتخابات في بداية العام القادم لوجود انتخابات الرئاسة وخلافه وارتباطات ولوجستية لا نستطيع توفيرها في التوقيت دوت. عشان كده رئيس انا بتمنى من جميع الزملاء اللي ربما يكون بعضهم قاعد في البول فرعوني وبعضهم في بعض المكاتب، بتمنى ان احنا يوم الحد نبقى متواجدين لاقرار قانون الرياضه بالاغلبيه اللي هي الاحوط التلتين، اضافه الى ان كل المصريين الناس بتكلمنا كلنا كنواب العلاوه هنصرفها امتى؟ يعني اذا كنا كنواب مش هنحضر عشان نعمل حاجه للناس الغلابه قبل رمضان، امال هنحضر امتى؟ هنتحمل مسؤوليتنا امتى؟ شكرا سياده الرئيس. شكرا السيد النائب فوزي فتى. بعدك السيد النائب رئيس. استكمالا قاله دكتور صلاح واستكمالا النائب قاله الليمي، احنا حضرتك نستغل الوقت في ان احنا مش لازم ننادي بالاسم، اللي موجود بدور كده يقول رقمه واسمه في الساده الاعضاء الموجودين ونستكمل فيما بعد. يعني احنا اللي نقول بدل ما ينادي بالاسم نبدا من فوق على طول كده كاقتراح ونستغل الوقت. لا يعني ما احنا هناخد بدل ما مجهود نعمله على مرتين نعمله على مره واحده يوم الاحد، احنا اتفقنا وان شاء الله كلكم تيجوا، ويعني انا واثق ان انتم كلكم هتكونوا موجودين. منال في حاجه تقول حاجه قبل لان في جدول العمل لم ينتهي بعد، اتفضلي. يعني انا سالت رئيس مجلس الشيوخ لاحدى الدول الاوروبيه قلت له الحضور اخباره ايه؟ قال لي والله الحضور بيختلف من جلسه لاخرى، بس في الجلسات المهمه اللي ما يحضرش بنوقع خصومات مالية، والخصومات المالية عندنا لا قال لي الخصومات المالية عندنا موجعة شوية، فبالتالي سيادة الرئيس مبدئيا بصراحة يعني أنا يعني اعتقد انا اخشى ان انتوا تجبروني للجوء على الخصومات المالية وانتوا المكافأة بتاعتكم اصلا يعني ضعيفه، اصلا ضعيفه، فبالتالي اتفضلي يا منال. معالي الرئيس بشكر حضرتك
ليه تحت الفرصة ليا. أول حاجة فندم أنا بتفق معاك تماما في وجود أي جزاءات على السادة النواب، وإحنا أوله كل واحد فينا يعني بيبتدي بنفسه، وأنا تقدمت بودوانا للسلوك البرلماني من السنة اللي فاتت وتتضمن هذه البنود، ولكن لم ينظر لها حتى الآن. فأتمنى من سيادتك إن إحنا نفعل مدونة السلوك البرلماني وإن إحنا نبص فيها في جزاءات الحضور أو عدم الانضباط في الحضور. الحاجة التانية بعد إذن حضرتك يا فندم، أتمنى من سيادتك يمكن سبب عدم انضباط أغلبية النواب إن مفيش جدول مسبق للمواعيد. أنا أتمنى إن تكون في أجندة الجلسة، بقول الجلسة بكرة الساعة 12 أعتقد إن يعني أنا أتمنى بس من سيادتك يا فندم، إحنا دلوقتي فاضل لنا شهرين، أتمنى من سيادتك إن وجود جدول زمني حتى لو مفيش جدول مسبق. لا وشهرين ده لسه الموازنات الميزانية العامة لسه وبعض القوانين المهمة، إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا نشتغل حتى في الصيف يا فندم، بس أنا أتمنى خلال شهر مثلا ينزل لنا الجدول الزمني اللي فيه هنشتغل حد ولا اثنين وثلاث ولا ثلاث وأربع وخميس، يعني يبقى فيه بس توضيب لجدولنا مع جداول المجلس عشان تتيح لنا. إحنا أدي شغالين أسبوعين ورا بعض، والأسبوع اللي جاي هنشتغل برضه الأسبوع، فبالتالي أعتقد إن إحنا هنشتغل ثلاث أسابيع ورا بعض، ما فيش مجلس نيابي في العالم بيشتغل على طول بهذه الصورة. يعني نحن أي من حيث أن احنا بنعمل جلسات في إنجاز يعني احنا امبارح منتهين من قانون، وحضرتك كنت قانون استثمار اعتقد جزيزي. الجميع كان دايما يقول لنا فين قانون استثمار فين قانون استثمار يا فندم احنا متفقين تماما ان الانجاز اللي بيتم في هذا المجلس وعدد الساعات اللي احنا بنقضيها في الشغل طويلة جدا، المجلس ممتاز ممتاز الا في حالة واحدة بس اللي هي الحضور، يعني لو الحضور هو بس اعلان المواعيد يبقى مجلس يبقى زي الكتاب ما بيقول. اعتقد بس اعلان المواعيد مسبقا هيتيح بس تنظيم اجندتنا مع اجندات المجلس. المواعيد مسبقا حضرتك معلنة، احنا دايما بنشتغل اسبوع واسبوع على طول كده حد اثنين ثلاث وبعد الاسبوع زي كل المجالس في العالم، وبعد كده يعني احنا على فكرة اغلب المجالس في العالم بتاخد العطلة مرتين في السنة، دور بيعملوا دور انعقاد وبعد كده اجازة ثم دور انعقاد وبعد كده اجازة، ده احنا بناخدها على طول. الدستور قال 9 شهور يعني 9 شهور، واعتقد ان دي اكبر مدة لمجلس نيابي في العالم على فكرة. فبالتالي ان احنا يعني انا قناعتي تامة ان هذا من افضل المجالس النيابية في تاريخ مصر على الاقل بعد 1952. كون ان الصحافة طبعا واخد موقف ده خلاص هنعمل ايه ما فيش حل بكده، ولكن مهما كان النقد مؤلم في الصحافة فامر طبعا مرغوب ومطلوب، وده اساس وجود مجتمع حر تبقى فيه صحافة حرة ما فيش نقاش. السادة الأعضاء بجدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2017 بشأن طريقة عقد القرض التعويضي الثالث بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وقد وزع التقرير على حضراتكم، والآن ليتفضل السيد المقرر بتقديم عرض موجز لتقرير اللجنة. شكرا، تفضل. لجنة الشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة. طيب. شكرا رئيس. السادة النواب، المعروض على حضراتكم اليوم قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي الثالث بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع بتاريخ 7/12/2016. يتكون عقد القرض المعروض من ديباجة وتسعة مواد بالإضافة إلى ملحقين يعتبران جزءا لا يتجزأ منها، وفيما يلي عرض لأهم الأحكام التي يتضمنها. هدف القرض، يهدف القرض إلى دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات المصري الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة. مبلغ القرض، اتفق الطرفان على أن يقدم الصندوق للمقترض قرضا تعويضيا بمبلغ
81.810 مليون دينار عربي حسابي بموجب شروط هذا العقد. سحب القرض، يتم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد. أحكام العملات، يتم سحب وسداد مبالغ أصل القرض والفوائد والرسوم المستحقة طبقا للعقد بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بأي من العملات القابلة للتحويل التي يتفق عليها الطرفان من وقت لآخر فترة سريان العقد، وذلك وفقا لأسعار تبادل هذه العملات مع وحدة حقوق السحب الخاصة والسائدة قبل يومي عمل من تاريخ عمليات السحب والسداد الفعلية. الفوائد والرسوم، يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض وفقا لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة الذي يطبقه الصندوق على قروضه، ويتكون سعر الفائدة المثبت من معدل أساس مضافا إليه هامش التكلفة الذي يعتمده مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، ويبلغ سعر الفائدة حاليا 1.61% سنويا. وتطبق فوائد تأخيرية على المبالغ المتأخر سدادها، وذلك بإضافة هامش قدره 100 نقطة أساس إلى سعر الفائدة المعوم المتغير شهريا. وترى اللجنة، رأي اللجنة المشتركة، ترى اللجنة المشتركة أن عقد القرض المعروض يتميز بأنه ذو شروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الاقتصادي والمالي لمصر، ومتوافق مع ما تنتهجه القيادة السياسية والحكومة تجاه سياسة الاقتراض، حيث أن مدة سداد القرض أقصاها 3 سنوات تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، وتكاليف خدمة القرض تعتبر مخفضة، كما أن هناك فترة سماح مناسبة لمدة 18 شهر ومصر في حاجة إليه، نظراً لأنه يسهم في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 16-17. شكراً سيادة. 1.61% يا فندم. ما مش عندكم التقرير؟ يعني بالضبط هي فائدة أقل بكثير جدا من الفائدة الدائنة للبنوك التجارية على مستوى العالم. السادة الأعضاء، والآن نبدأ المناقشة، وليتفضل السيد العضو. نفس الأسماء. طيب أنا أعمل إيه بس؟ نفس الأسماء اللي بيحجزوا كل مرة. ما أنا عاوز بس أنوع. يا محمد يا سليم، أنت غيرت مكانك ليه؟ السيد النائب عبد الحميد كمال. يا رئيس، انا في الحقيقه التقرير مهم جدا، لكن انا ليا تحفظ واحد بس، هو ان احنا المقومات السياحيه بتاعتنا عشان نسدد القرض مقومات كثيره جدا، وانا عايز اضرب بمقوم واحد فقط. حتى الان يا رئيس، عشان نقدر نسدد اللي علينا ونقدر ننهض بالسياحه، يعني عيون موسى 12 عين مهملة بقالها 35 سنة يا فندم. وهذا الموضوع، يعني عيون موسى دي لو موجودة في أي دولة في العالم كانت تجيب أرباح كثيرة. ومن هنا أنا من حيث المبدأ، إذا كنت بوافق على الاتفاقية مع الصندوق العربي،
فأنا برى الأخطر أن احنا لجنة السياحة بالذات تحط نصب عينيها كيف ننشط السياحة ونستفاد من كل الموارد والمكونات والأشياء الهامة في بلدنا، وخصوصا أن احنا في موقع جغرافي. وأرجو ألا يفوت اللجنة موضوع عيون موسى بالذات كإشارة وكمثال أن احنا كيف نستفيد منها سياحيا، وتساعد على ان احنا نسدد القرض ونزيد السياحة، اللي الناس النهاردة المفروض انها بتدخل اكتر من 15% من الدخل القومي. النهاردة الناس في السياحة غلابة، عندهم مشاكل كتير وبيعانوا، علينا ننشط هذا الجزء. شكرا يا رئيس. شكرا. السياحة، اذا الكلمة لرئيسة لجنة السياحة السيدة النائب سحر طلعت مصطفى. أوافق على هذا القرض يا ريس، والشروط الشروط المالية بتاعته شروط ميسرة، ومع فقط عندي اللي هو التحفظ بشرط التصديق كما جاء في اللجنة المشتركة فقط، لكن أوافق على الشروط. شكرا سيادة النائب. السيد النائب محمد زين الدين. سيد النائب محمد سليم أسوان. يا سيد الرئيس، أولا بوافق من حيث المبدأ على هذه القروض، لأنها فيها تيسير جامد على البنوك التجارية، إلا أن أنا لي عند سعادتك تعليق بسيط في قانون الاستثمار. بتمنى التدخل الشخصي من شخص سعادتك أن اللائحة التنفيذية تصدر من رئيس مجلس الوزراء وليس من وزيرة الاستثمار عشان تكون ملزمة لكل الوزراء. وشكرا يا رئيس. شكرا السيد، شكرا سيادة النائب. السيد النائب محمد الغول. السيد النائب حسين أبو جاد. السيد النائب سامي المشد. شكرا يا رئيس. احنا طبعا موافقين على الاتفاقية، وهذاك السياحة طبعا هي من اهم الروافد الدخل القومي المصري، بس هذاك يعني احنا كلنا عارفين مدى الركود اللي فيه السياحة حاليا. هل في امكانية يا رئيس السؤال ان احنا نستغل جزء من القرض لدعم الامن الداخلي في مصر، لانه عنصر من اهم العناصر اللي بتتيح مناخ جيد للسياحه؟ فانا عايز يعني القرض الفايده بتاعته ميسره جدا، ان احنا ندعم وزاره الداخليه بجزء من هذا القرض بحيث تستعد امكانياتها وتزود التكنولوجيا الحديثه اللي هي تستعملها النهارده في القضاء على الارهاب اللي هو اكبر معوق للسياحه حاليا. وشكرا فندم. سيد النائب سلامة الجهري. سيدة النائب منى منير، تفضل يا منى. شكرا يا رئيس. الحقيقة أنا كنت عايزة أتكلم، فرصة أن احنا نستغل الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان لينا ونروج لرحلة العائلة المقدسة. يا رئيس، مش ممكن بابا الفاتيكان يتكلم أنه هو جاي حج إلى أرض العائلة المقدسة، وعندنا 25 نقطة يعني في مناطق فقيرة وعزب وقرى. يهمنا جدا يا رئيس أن احنا نوجه جزء من الموارد دي لتنمية المناطق دي أمنيا وسياحيا ونستغلها، مش المناطق، مش الثمان مناطق اللي موجودين في القاهرة بس، أنا يهمني المناطق اللي في الصعيد وفي بحري علشان أقدر أمنع فعلا الإرهاب وأروج. يعني في بلاد أقل مننا مظاهر سياحية وبتستغل وبتدخل ملايين الدولارات واليوروهات للبلاد بتاعتها. مش ممكن عندي 25 منطقة وأنا مش مستغلها لغاية دلوقتي. عايزة فعلا يكون في خطة واضحة واستراتيجية واضحة لتنمية المناطق دي. شكرا يا رئيس. سيادة النائب السيد النائب حسني حافظ. انت غيرت مكانك يا حسني، اسكندرانية بيتلموا على بعض دايما كده. بالنسبة للزميلة الفاضلة سيادة النائبة اتكلمت على زيارة البابا لمصر، ف
فأحب أعرف السادة جميع السادة النواب إن إحنا بلجنة السياحة برئاسة النائب ساحر طلعت مصطفى عملنا عدة اجتماعات وجبنا وزير السياحة، وأحب أطمن حضرتك إن في عدة رحلات تم حجزها للعائلة المقدسة المسار، واخترنا منه 8 أساسيين جايين. لا 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 بكمل لا كده لا كده وتم لا كده وتم لا وتم الاهتمام بصور البابا كده لا يا منى كده يا منى لا علي اتفضل. وخدنا وعد صريح من وزير السياحة بزيارة العائلة المقدسة، وكمان في عدة أشياء كثيرة تم مناقشتها في لجنة السياحة، ومنها استغلال جبل موسى وعدة مناطق للسياحة الدينية وبالإضافة للسياحة العلاجية، وده اهتمام كبير من لجنة السياحة بمجلس النواب. شكرا رئيس. شكرا شكرا سيادة النائب. السيد النائب فؤاد حسب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، من حيث المبدأ احنا بنوافق على القرض، ولكن احنا عايزين نقول حاجة بالنسبة للقرض. احنا قدام مشكلة كبيرة، احنا عندنا تلت السياحة العالمية، ولكن احنا لا نستغل السياحة الاستغلال الامثل، فيجب ان نوجه القرض بالتوجيه الصحيح. هناك مشكلة سيادة الرئيس، حضرتك تمثل اسوان والصعيد كله، ارجو مساعدتك ان احنا نشكل لجنة ويكون فيها السيد وزير السياحة ومجموعة من النواب ولجنة السياحة لزيارة المعابد الموجودة في وجه إبلي كله وفي أسوان والأقصر. سيادة الرئيس، حالة مزرية جدا، وهذه المعابد يعني المفروض لو موجودة في دول العالم وعندنا بالشكل ده لا يمكن. حضرتك لو لا تتخيل المناظر الموجودة في داخل هذه المعابد. يجب أن ننظر إلى هذه المعابد نظرة أخرى ونطورها التطوير الأمثل لكي نحصل على سياحة كبيرة وسياحة عالمية، ويجب أن نطور هذه الممالك. وبرجو من سعادتك تشكيل لجنة، لأن ده هيساعدنا أن احنا نطور هذه المعابد في القريب إن شاء الله. شكرا. المشكلة في الآثار، الثقافة والآثار والسياحة والطيران والمنطق كان يقتضي السياحة والطيران والآثار، وبعدين تبقى لجنة الثقافة والإعلام، ولكن هذا ما حدث في اللائحة ويجب الامتثال عليه. السيدة النائب مارجريت تفضلي. ماشي. حاضر. فضل. في الحقيقة أنا شاكرة جهود لجنة السياحة في توجيه النظر لمسار العائلة المقدسة، بس في أنا عايزاهم يعني ينتبهوا إن 8 نقاط فقط لا غير هتهدر أموال كثيرة جدا، وبالعكس 25 نقطة أعتقد إنها لو ركزنا عليهم كويس، وهم مش محتاجين أموال كثيرة جدا، وخاصة احنا للاسف الشديد 8 نقط احنا ركزناهم في القاهره، لكن في اكتر من 9 نقط تاني موجوده في الصعيد، واعتقد انها ممكن تعيد استثمار كبير جدا على مصر، ويجب ان احنا نركز على 25 نقطة مش 8 بس. شكرا يا رئيس. السيد النائب حاضر جلال عواره، وبعد كده حاضر يا حاضر. لا ده انتوا ما شاء الله يعني القرض ده خلاكم انتعشوا. بس يا عم خالد مش كده. سيادة الرئيس المجلس الموقر، السادة الزميلات النائبات والسادة الزملاء، لكم مني كل التحية. بداية يا رئيس، انا موافق على هذا القرض طبقا للهدف الذي انتهت اليه رأي اللجنة المشتركة، وهو استهداف البنك المركزي المصري من هذا القرض في دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة، وأنا أقرأ من هذا التقرير. أما التطرق في النقاش إلى مسألة السياحة بشكل عام يا سيادة الرئيس، فنحن نتحدث عن انهيار تام في قطاع السياحة حتى قبل أحداث 2011 أو قبل عام 2011. لا يعقل يا سيادة الرئيس أن يكون متوسط الدخل السنوي في أوقات الاستقرار 14 مليار دولار فقط،
في بلد في مكانة وتاريخ وحجم مصر بما تمتلكه من تلتين آثار العالم، وهذا يخص السياحة الثقافية، وأيضا رقم 14 مليار، وأنا بتكلم في أوقات الاستقرار يا رئيس، 14 ده قبل 2011 قبل أن تتعرض السياحة في مصر إلى ضربات بسبب العمليات الإرهابية، أي أصلا كان لا يليق هذا الرقم. مصر تمتلك السياحة الشاطئية بامتداد سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط، هذا نوع من أنواع السياحة. وتمتلك مصر أيضا السياحة العلاجية والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات بما تملكه مصر باللوجستيات وإمكانيات قائمة. ما هي الرؤية أو الخطة وبناء عليه سيادة الرئيس؟ نسجل فقط أن إجمالي ما يتم تحقيقه من العائدات ومن العملات الصعبة في مجال السياحة لا يليق لا بمكانة مصر ولا بغيرها. بناء عليها سيد، أرجو أن يكون هناك خطة واضحة من السيد وزير السياحة حول استغلال استثمارات مصر التي حباها بها الله وسياحة من كافة الأنواع لتحقيق عائد، ولننظر إلى تجربة تايلاند ولننظر إلى شكرا سيادة النائب. السيد النائب سعيد العبودي أتفضل. أشكرك سيادة الرئيس. في الحقيقة طبعا أنا بوافق على الاتفاقية طبقا لمقرره السيد الرئيس، والقرض ده مهم جدا فعلا للسياحة، لأن السياحة في مشروعات كتير يا سيادة الرئيس في السياحة مهملة، بس بنطلب برضه وسيادتك معانا في الكلام دوت. ما أنا معاك بس رئيسة لجنة السياحة مش معاك. لا يعني ريت السيد الوزير برضه السيد الوزير السياحة يا ريت الاهتمام برضه بالسياحة هو اهتمام بالأمن. يعني في كاترين، في دير سانت كاترين ده في سياحة دينية كان بيجي فيها متوسط عدد السياح من 2500 ل 3000 سائح. طب ما يهتم بالامن ويصرف على الامن الخاص بالسياحة، فارجو تخصيص القرض دوت او جزء عظيم منه لنقطة الامن الخاص بالسياحة. واشكرك سيادة الرئيس. شكرا السيدة النائب سحر عثمان، فضلي يا سحر. السلام عليكم ورحمة الله. كل عام الأخوة الزملاء والزميلات بخير وسعادة. أنا موافقة على القرض، بس أتمنى من الله أن يكون هناك الوعي الكافي، فنحن نطلب أن يكون هناك رصد لجميع الأماكن السياحية على مستوى جمهورية مصر العربية. لدينا أسوان والأقصر فيها تلت السياحة العالمية، لدينا المسير وخط سير العائلة المقدسة، جميع الأنبياء جميع الصحابة موجودين في مصر ولهم من التراث المصري الكثير، فنرجو عمل كتيب سياحي للمدارس، حصة تخصص لدراسة السياحة في مصر. أنا كنت في روسيا سيادة الرئيس يا دكتور علي، أنا كنت في روسيا من أيام ووجدت هناك مكان مخصص لمصر والسياحة المصرية وبعض الآثار المصرية يهتم بيها الروس أكتر حاجة موجودة في المتحف كله، وبيحسدونا ان احنا عندنا سياحة، فأرجو ان احنا يكون هناك كتب مدرسية تظهر الأماكن السياحية الموجودة لتنشيط السياحة الداخلية ولتربية جيل واعي بأهمية مصر، سواء كانت السياحة الفرعونية أو الإغريقية أو كل أنواع الآثار اللي موجودة عندنا، يكون عندنا تمهيد للطرق برا وبحرا وجوا تمهيدا للوصول إلى الأماكن السياحية، يكون في وعي على المستوى الشعبي أولا، لأن الشعب خير من يتحدث عن ثرواته وعن الأسلاف. شكرا يا رئيس. شكرا شكرا سيادة النائب. السيد النائب البدري أحمد ضيف. السيد النائب البدري أحمد ضيف، حاضر. البدري مش موجود. اتفضل يا بدري. شكرا يا رئيس. الاول انا موافق على الاتفاقيه، وبالنسبه لهذا القرض رئيس طبعا ده كان من الحلول العاجله طبعا، علشان في فتره من ما كان بتحل بالبلد عدم وجود عمله صعبه، فهو بيحقق رغبتين. الرغبه الاولى طبعا توفير للعمله الصعبه
بالنقد الاجنبي بصفه عاجله للبنك المركزي، والمره الثانيه كان بيعجل برضه الرغبه الثانيه انه بيدعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناشئ عن تراجع الحاد في عائدات السياحه وفي تحويلات المصريين من الخارج اللي كانت مصدر للعمله الصعبه في فتره ما. وده كله طبعا ده يا ريس كان محتاجين في استيراد بعض المواد الاساسيه والضروريه كانت للبلد، والحمد لله اللي هم تم هذا القرض وانا وافق على الاتفاقيه وشكرا. شكرا شكرا سياده النائب السيد النائب دكتور محمد عبد. اتفضل يا دكتور، انا عارف لك وجهه نظر شيقه. أيوة في السياحه. ايوه انا بشكرك يا سياده الرئيس. اولا انا بشكر كل اللي قال اتكلم على موضوع السياحه، ولكن احب اقول حينما نناقش قضيه السياحه يجب ان نناقشها على اساس ان السياحه صناعه لها معاييرها ولها رجالها. الصناعه يعني بتدخل صناعه السياحه في حوالي 100 صناعه متداخلة معاها بطريقة أو بأخرى. أنا بالنسبة للأخت الزميلة اللي اتكلمت على الوعي السياحي، نحن ننقصنا الوعي السياحي، نحن لا نعرف كيف نتعامل مع السائح معاملة كريمة تجعله يعود لنا مرة أخرى ومعه أصدقائه وأهله وزويه، إنما إحنا طلعنا بلا فخر آخر دولة جاذبة للسياحة في العالم. يعني احنا اخر دولة تجذب السياحة للأسف الشديد. نحن نحتاج، احنا عندنا صحيح مش نص آثار العالم ولا تلت آثار العالم، احنا عندنا اهم آثار العالم، ولكن تنقصنا عقلية الماركتينج اللي هو التسويق. ما عندناش تسويق جيد للسياحة. أنا تقدمت لوزير التربية والتعليم أكثر من مرة بإدراج مادة السياحة لتكون ضمن المنهج الدراسي، ويعني الغرض من ذلك هو توعية النشء وتوعية المجتمع بما نملك، ثم ثانيا كيفية معاملة السائح معاملة طيبة تجعله يعود لنا مرة أخرى ومعه يعني زويه وأصدقائه. أنا شايف أن الدولة لم تقدم للسياحة. تفضل سيادة النائب. بناء عليها سيادة النائب. تفضل. الدولة لم تقدم ما يجب إلى ملف السياحة. وأنا بنتهز الفرصة من هذا المكان إن أنا أتوجه لرئيس الجمهورية أن يكون ملف السياحة تحت